ورح نختم مشاهدينا مع محطة اجتماعية وإنسانية، ورح نحكي عن مؤسسة هي حديثة المنشأ والتطبيق، ولكن قدرت بوقت قصير أنه تترك بصمة كتير كبيرة على أرض الواقع. مؤسسة درر التنموية، مؤسسة إنسانية تطوعية غير ربحية، هدفها الأول والأخير تلبي احتياجات المجتمع المحلي والأسرة بكافة أفرادها. بتقدم الدعم لكتير المشاريع وبتنشر الوعي بكتير من المجالات. قدي مهم يا ليلى اليوم التكافل الاجتماعي بهي الظروف الصعبة. تماما، لاحظنا كثير من المؤسسات اليوم اللي كانت فعلا اثبتت عملها على الارض، واكيد بدنا نتشكر دائما هي الايادة البيضاء اللي ساهمت بهذا الشيء. وايضا العمل التطوعي قديش له دور كثير كبير، سواء بيعود نفعه على الشخص المتطوع او على المجتمع. اليوم رح نحكي اكثر عن هي المؤسسة، عن اهدافها، وايضا عن الفئات العمرية اللي بتستهدفها، آلية عملها، وايضا تاريخ تأسيس هي المؤسسة، كيف بلشت وشو هي تطلعاتهم القادمة. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيوفنا اللي صاروا معنا بالاستوديو، السيدتين هدى عبد الله شحادة رئيس مجلس الأمناء، والسيدة جزيل هنا عضو مجلس الأمناء أمين صندوق مؤسسة درر التنموية. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم، صباح العطاء. أكيد خلينا نبدأ مع حضرتك سيدة هدى، نعرف المشاهدين أكثر إيمتى تأسست مؤسسة درر التنموية. مؤسسة درر تأسست حديثة الولادة بنقدر نقول حسب نظام الجمعيات 83 رقم عام 1958، أشرت بالرقم 1921 تاريخ 12 أيلول 2024. حديثة الولادة جدا، فهي مؤسسة تنموية غير ربحية داعمة، تعمل على تقديم الخدمات. الهدف الأساسي تطوير المجتمع وتقديم الخدمات للمجتمع السوري والأسرة السورية بشكل خاص. طيب اليوم بدنا نتعرف كمان هيك أكثر من حضرتك عن الخطوات. دائما يمكن في خطوات سبقت مرحلة التأسيس، خلينا نحكي شوي عنها. بداية نحن كمجموعة من الأصدقاء والصديقات بقدر أقول اجتمعنا ضمن برنامج متحدة UNDP، عملنا على تدريب مهني، إلنا تدريب قانوني اجتماعي. بس خلص البرنامج نحن شفنا حالنا قادرين نعمل شيء نحن المجموعه، فقررنا نقوم ببدايه بتاسيس هي المؤسسه، لانه قادرين نعمل نحن نحقق طموحاتنا اللي بدنا نساويها في خدمه افراد المجتمع صراحه. فهذا من هون قررنا نحن وزميلاتنا انه نقوم بتاسيس هي المؤسسه. حطينا لها اهدافها مثل الرعاية الإنسانية أثناء الأزمات الإنسانية كالحروب والفيضانات والزلازل، تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأفراد الأسرة، تمكين دور المرأة ومشاركتها في التنمية ومواقع صنع القرار. فعملنا هالشيء نحن جاهدين بصراحة، ونحن طموحنا أكبر من هيك كمان، وإن شاء الله نبلش مشاريع حلة جديدة إن شاء الله يا رب تخدم أفراد الأسرة بشكل عام، من مسنين لأطفال للمرأة، زائد من دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تقديمها إلى دعما اجتماعيا ماديا واقتصاديا. تمام. سيدة جزيل خلينا ننتقل عند حضرتك. السيدة هدى خبرتنا عن أهداف المؤسسة، ولكن حابين نعرف من حضرتك أكثر، مين هنون الشرائح أو الفئات العمرية المستهدفة ضمن نطاق عمل المؤسسة؟ خبرينا أكثر. هلا بالنسبة للشرائح، جميع الشرائح الموجودة العائلة بشكل كامل، يعني شباب، صبايا، نساء، رجال بشكل عام. تمام، هاي الشرائح، لانه هلا اكثر شيء لازم نشتغل على فئه الشباب. ولمين بتتوجهوا اكثر اذا فينا عم نقول ضمن هي المؤسسه؟ هلا هي توجهنا نحن خلال حفل الاشهار، لانه نحن اشتغلنا على الارض قبل ما نعمل تاسيس للمؤسسه، لانه كنا بمشروع UNDP تقريبا من 2020 ل 22 نحن عم نشتغل معهم. طبعا اول شيء كان تدريب، صرنا ننزل على الارض، هيك زرنا، اهتمينا اكثر شيء بذوي الاحتياجات، يعني هذول الشريحه اللي نحن هلا اكثر شيء متوجهين لها. طبعا الكل، بس هذول بشكل خاص مثل ما بيقولوا. والنساء
وحتى كانت في عنا قصة نجاح لسيدة كانت معنا. هي كانت يعني اجت الحرب ما عاد في شغل لعائلتها هيك. صارت هي تسعى شو بدها تشتغل، عملت ورشة خياطة وعلمت سيدات وصارت هي ينتجوا. كانت هي قصة نجاح لهي السيدة ونحن كنا مشجعين لها. بقى يعني لجميع افراد العائله كلها او المجتمع. تمام. قديش مهم اليوم دعم المراه؟ ذكرتي نقطه كثير مهمه، وهي الحاله يمكن شجعت كثير على هي الحالات من السيدات، يمكن اعطاهم دفع ايجابي. يمكن اليوم نحن لما بنمرق بظروف صعبه ممكن يصير عندنا نوع من الاحباط، لكن لما بيكون في حدا مثل حضرتكم مثل المؤسسه عم تدعم هدول السيدات، قديش مهم لهم فعلا مردودهم المادي؟ أي مدى ممكن تدعموا هذول السيدات بدورات تدريبية في أعمار معينة، ولا في حالات فردية ممكن يكون بدها دعم أكثر يعني اليوم؟ هلا بالنسبة للسيدات، هلا في يعني نحن السيدات المعتزين، يعني في سيدات إنه هي معيلة لأسرتها، هي اللي لازم واحد يدعمها أكثر بالمشاريع، مشاريع صغيرة. احنا هي كهدف من اهداف مؤسستنا المشاريع الصغيره والمتوسطه. تمام. بقى في سيدات معتازه هي المشاريع، في مطلقات، في ارامل، في المعنفات، هي كلها ما نشتغل عليها. تمام. ست هدى بنرجع لعند حضرتك. عفوا للتحقيق على كلامها، كمان هي قصه نجاحها لسمر. نحن كانت بحفل اشهار حكت عنا واخذت انه هي صارت مصممه عالميه، اخذت شهاده الدكتوره من دار ازياء عالميه. فهذا الشيء خلى جميع يعني نساء، انا بشجع انه يعملوا جاهدين على نفسهم بصراحه، انه يشتغلوا على نفسهم، يعني لانه هي قادره تعطي. صحيح. بس انه بدها توجيه وتوجيه و يعني ندعمها ولو جزء بسيط ماديا. تمام. ما هي قادره المراه السوريه، وهذا اللي خلينا نحن نشتغل على هذا. صحيح. الشيء دائما المرأة عندها قدرة لحتى تكون أكثر استقلالية، رح يكون عندها أكثر ثقة بالنفس، خاصة اليوم. أثناء الحروب صارت المعيلة هي لعائلتها، يعني إذا كان فقد الزوج أو الابن الكبير فهي المعيلة لعائلتها لأسرتها لتقدم لهم احتياجاتهم. فمن هون نحن حاطين نصب عيننا بصراحة إنه ندعمها بشكل كامل، يعني ونحاول كل قدراتنا إنه نحسن الوضع المعيشي لإلها ولأمثالها من السيدات القادرات على العطاء بالمجتمع. ما هي قادرة بصراحة يعني. صحيح. تمام. ويوم يمكن ببداية أي مشروع أو مؤسسة هي بحاجة يمكن لدعم أو تشبيك مع جهات معينة، مع مؤسسات خيرية وجمعيات، خبرينا أكثر مع مين عم تشبكوا اليوم؟ هل عم تحتاجوا لدعم معين؟ أنتم موجودين اليوم بمحافظة دمشق وريف دمشق، ممكن يتوسع الأمل أكثر ويصير بالمحافظات السورية؟ أكيد. نحن هلا حتيصير ولادة مثل ما قلت لك، بس حاطين خطط من أن قدام، فنحن أكيد رح نشبك مع المؤسسات والجمعيات ذات الأهداف المشتركة. شو أهدافهم؟ نحن شو أهدافنا؟ ورح نبدأ إن شاء الله، يعني اعتبار من السبت عنا كمان شيء بنبلش، واللي يعني نحاول قدر الإمكان نحن تشبيك مع جميع الجمعيات اللي تقدر تعطينا نحن زخم لعملنا، خاصة نحن جداد بهالمؤسسة. مؤسستنا كتير جديدة حديثة، فلذلك نتطلع نحن بصراحة انه ندعم، نحاول ناخذ دعم من الجهات الحكوميه وغير الحكوميه، مؤسسات، يعني لنحن نقدر نقوم بمشاريعنا خططنا ننفذها على اكمل وجه. تمام. اليوم هيك نرجع لعندك سيده جزيل، كثير العمل التطوعي شفناه، وشفنا كثير من المؤسسات عم تدعمه، كثير من الشباب والصبايا فعلا، حتى احيانا بنشوف اطفال عم يمارسوا هذا العمل التطوعي. خلينا نحكي شوي عن اهميه العمل التطوعي، وخصوصا بالظروف الراهنه والظروف السابقه اللي مرقت على سوريا، قديش هذا العمل التطوعي بيعطي فعلا له دوره بالمجتمع، له اهميه كبيره، بيعطي كميه من المحبه اليوم للشخص المتطوع وايضا للمجتمع، للأفراد اليوم اللي عم يتلقوا هذا الدعم. هلأ أهم شيء بأي مؤسسة أو جمعية العمل التطوعي، يعني نحن هلأ كمؤسسة نحن كلنا كعمل تطوعي، يعني بوقت أسسناها كله تطوع، وحتى شيء تمويل ذاتي هلأ كله ذاتي كله لهلأ. أهم يعني العمل التطوعي هو بيخليك تشعري بمحبة الآخر، يعني تنزلي تشوفي الشخص هذا شو محتاج، شو بدك تقدمي له، يعني بصير الشخص عنده شغف إنه يقدم أكثر، وتقدمي شيء من قلبك، في شيء طالع من قلبه، طالع من قلبه، يعني هو حابب. وبعد التالي يعني نحن كمجتمع سوري
من حبنا لسوريا، وهذا لازم بيخلق عنا روح المساعدة للناس. إذا بنقدر أي شخص بيقدر يقدم مساعدة ليش لا؟ تمام ست هدى، نحن هلا رح نفتح باب التطوع كمان للشباب والنساء والخبرات، فمين حابب يعني يشتغل معنا وحابب يخدم البلد كثير حلوة هي الفرصة، احنا جاهزين نستقبله وندعمه ويكون يد بيد مع بعض ان شاء الله. اكيد يعطيكم الف عافيه. هلا خلينا نرجع نحكي عن ونسترجع اجواء حفل اشهار المؤسسه اللي كان تحت عنوان بالعطاء نستمر. خلينا نوضح اكثر عن الحفل، كيف كانت الاجواء، من الاشخاص اللي كانوا موجودين، خلينا نحكي. نحن اشتغلنا كثير على حفل الاشهار على فكره. اكل وقت كثير، مثل ما قلت لك كان بالفعل دعم ذاتي ولازم نكون من البدايه نحن شيء يعني مميز صراحة، هيك فكرنا، لأن الاستمرارية بتكون متميزة كمان. فكان حضور جميع الشرائح المجتمع، كان عندنا من الحكومة، من مجلس الشعب، من الدين، هذا رجال الدين الأكارم، الشيوخ عشائر، فئات المجتمع، جمعيات، مؤسسات، يعني حتى يعني ما خلينا بصراحة، عفوا بدي أقول لك، اي انسان كان حابب يشاركنا مثل ما فرحتنا كانت بصراحه بهالانجاز العظيم اللي ساويناه. فهذا الشيء كان يعني يسنى على الحشد اللي كان يمكن لاول مره يكون في عندنا شيء 300 شخص بحفل اشهار المؤسسه. يعني فينا نقول هذا الشيء مميز من البدايه كل الشرائح بالمجتمع صح. بغض النظر عن المكان المادي او الاجتماعي، جميع الشرائح اكيد الشعب السوري كمان. طيب خلينا نرجع حتى في ناس انه جايين من برات الشام، يعني في شيء من حلب، من حمص، الشيوخ حبوا يشاركوا، يعني اجوا محافظات ثانيه شاركوا بالضبط. هذا بيدل على انه الشعب السوري دائما بمختلف شرائحه وفئاته، خلينا نقول حتى حالته الماديه والاجتماعيه، هو دائما بيحب الخير، بيحب عمل الخير والمساعده. هذا الشيء بيدل من الشيء اللي كان بالحفل. خلينا نرجع هيك ونحكي شوي عن المساعدات اللي بتقدموها اليوم بالنسبه للاشخاص حضرتكم، انه كاطفال او كسيدات او كشباب. اليوم الشخص اللي بده يتقدم لهي المؤسسه بده يدخل بمشروع او بدوره تدريبيه او باي مساعده ثانيه، شو هي الشروط للتسجيل بالجمعيه؟ شو هي الاوراق المطلوبه؟ شو هي الحاله الاجتماعيه اللي لازم تكون عنده؟ هلا نحن ما عندنا شروط، اي شخص محتاج اي عنده اي مشروع فينا نحن نشتغل عليه ونطلب له تمويل ونحقق له هذا الحلم، ما في عندنا شروط. لانه في كثير هلا شباب او صبايا او سيدات بحاجه، عندها مشاريعها بس هي ما عم تقدر تامن هذا الشيء. تماما، ان شاء الله نحن عن طريق مؤسستنا نقدر نامن لاكبر عدد من الناس اللي بعازه لاي مشروع. نحن عم نحاول هلا كمان إضافة ما قالت زميلتي، نعمل مسح نشوف الفئات الأكثر هشاشة، فمن هون ننطلق نعمل أي شيء لإلهم، شو الحاجة اللي هن يبغوها، شو بدهم، فمن هون ننطلق نعمل أي مشروع بخصهم صراحة. بعد المسح نحن نقرر شو بنقدر نقوم بأولوياتنا. تماما، انطلاقا هلا أول أولوية هلا نحن حاطينها ببالنا نحن تقديم الدعم للنازحين اللي إجوا من لبنان، يعني هذا اولوياتنا ان شاء الله، نحاول ان نقدر نعمل لهم شيء. هي اولوياتنا هلا حاليا، بالاضافه اللي مثل ما قلت لك بعد المسح شو بنشوف، شو في حاجه رح نكمل مشوارنا بهالطريق. يعني ضمن هذه المؤسسه في دعم اليوم للمتضررين من الزلزال، للسيدات المطلقات، الارامل، جرحى الحرب، ذوي الاعاقه، نسبه وشريحه كبيره من الناس. طيب انا اليوم في عندي داتا معينه، كيف بقدر اتواصل مع هدول الناس؟ كيف بيتم التواصل؟ هي عم لك عن طريق المسح نحن. اذا ما عملنا مسح بنشوف وين الفئات اللي اكثر هشاشه، وين في جرحى، وين في ارامل، وين في ايتام، هذا ذوي الهمم هلا عم نشتغل عليهم، والمسنين سنين كمان عندي مشكلة كمان يكون في وصول للحاله اكثر مصداقيه، تقديم المساعدات العينيه ومعين. فعم نشتغل نحن نشوف بعد المسح قلت لك نقرر نحن شو الاولويات اللي بنقدر نعملها. بالاضافه الى ذلك نحن مش بس انه حتى انه المراه تمكين المراه بصنع القرار، يعني بصراحه يمكن نعمل ورشه عمل حول انه كيف هي قادره تنتخب، كيف انه واجبها واجباتها حقوقها، كيف تقدر انه ما بتختار هي الناخب اللي عاد المرشح اللي بدها اياه، عرفتي كيف؟ نعمل حمله توعيه انه انا مو ضروري انه انا قريب فلان او كذا، لا. فهذا الشيء نحن ان شاء الله بدنا نشتغل عليه، انا بركز عليه،
لأنه أنا عاملة كتاب عن تاريخ المرأة السورية بطولات ومآسر. هذا الكتاب أنا حطيت فيه الرائدات والمتميزات في المجتمع السوري كيف كان من البداية إلى الآن. فأنا حابة أنه أنا لأنه في كتير أمور صراحة ما بيعرفوا. مدرسة عائشة البعونية مش مين هي؟ لاحظتي في عنا جهل خاصة للمرأة بهالأسماء جداتنا أمهاتنا، فلازم نحن نضوي على هالأشياء هيك. وهذا بالإضافة أنه مو بس نحن، لازم لكم دور كبير أنتم كآلاء عم بتضووا هلأ علينا على مؤسستنا. هذا الشيء نحن نفتخر فيه، ويعطيكم العافية أنه على الإضاءة هي خلي المجتمع يعرف كمان شو عم تشتغل الجمعيات والمؤسسات، تستحقوا أكيد كل الدعم لأنه هي رديف بالتالي للجهات الحكومية بصراحة. يعني مع بعض لازم نمشي أكيد لخدمة المجتمع والأسرة السورية. ذكرتي نقطة كتير مهمة، السؤال موجه لكم السيدتين. اليوم التوعية للمرأة، اليوم نحن عم نشوف في سيدات عم تخاف من المجتمع، سواء كانت مطلقة أو أرملة، يمكن هي عم تكون متزوجة لكن ما عندها وعي دراسي أو هي مو مكملة دراستها، وحتى لو كان في موضوع الدراسة اليوم هي محاطة بمجتمع عادات وتقاليد كتير صارمة. اليوم هي ما عندها أي قدرة أن تعمل شيء بس خوفة من المجتمع. اليوم هدول السيدات قديشنهم بحاجة أكثر لهذا الدعم وللتوعية أكثر، أنه هي لما عم تعمل شيء عم تثبت ذاتها، لما عم توصل لمرحلة فعلا عم تعمل مشروع خاص فيها، فعلا عم تكون هي قادرة أن تتحرر من هي التقاليد الصارمة كتير. هلأ نحن وقت كنا بالمشروع تبع اليونيدي بي تمكين المرأة كان معنا سيدتين، هدول كانوا أنه كتير ضمن بيئة مغلقة. وقت يجوا شافونا صاروا يقولوا لنا نحن عم نتعلم منكم، يعني مني ومن زميلتي، أنه عم يتعلموا. حتى شغلون يمكن أحياناً بيطلعوا بيجوا على المؤسسة وخايفين من اللي حواليهم. زبط. أي حتى يعني صح. إذا بدهم كان أنه كان تحكي لنا أنه ببيتها أنه ممنوع تطلع، ممنوع تحكي، ممنوع كذا، حتى في تعباية هيك وراء بدهم يعبوها انه ممنوع انه يتعبيها، ما بعرف شو بعض المعلومات عنا. يعني بتقلنا انه هن ما بدهم ياهم يطلعوا مشان ما يصيروا متنورين كست، يعني انه لها حقوق، لها لازم تطلع، لازم تشتغل، لازم يكون لها مكانه بالمجتمع. هن لا بدهم يخلوهم بهي البيئه المغلقه. نحن عم نشتغل انه لا، نحن كلنا ايد واحده، ما في بالعيله يعني. ان شاء الله يا رب هيك يصل لاكبر شيء يا رب. أكيد. نحن عفوا يعني كمان تعقيبا على كلام زميلتي، نحن عندنا المرأة ما بتعرف شو هي حقوقها وشو واجباتها للأسف. صحيح. فهي لو كانت قادرة بتعرف هالشيء كان هي يعني مرتبطة دائما بالعادات وتقاليد المجتمع اللي ما عم بخليها تتنور أو كذا. مشان هيك نحن كل ما قلت لك رح نعمل إن شاء الله ورشة توعية إنه تعرف شو واجباتها وشو حقوقها. كثير ضروري. نحن هذا يمكن عملنا عليه تدريبات قبل، انه كيف انه ما بتعرف انه شو حقها هي بالحياه، كيف بدها تساوي ابدا، انه مظلومه وقاعده يعني عايشه بقهر، شايفه قهر المجتمع. انا بقول عاداته وتقاليده في طبعا، في بس في طرف ثاني لا متنور وبيعرف. صحيح. نحن هذول كمان نحن يعني رح نتساعد معهم هذول لحتى نقوم بصراحة بخدمة هالوطن اللي بيستاهل كل شيء بصراحة. أكيد. بالختام ست هدى وست جوزيل، نورتوا صباحنا لليوم، وإن شاء الله دايما عبر شاشتنا منضوي على إنجازاتكم ضمن هي المؤسسة. يعطيكم ألف عافية. يعطيكم شكرا. بدنا نشكر حضوركم معنا ودائما لكم ولكل الأشخاص اللي بيساهموا بهي الأعمال التطوعية لدعم الأطفال والشباب وأيضا النساء. اليوم هذا الموضوع كتير مهم، نشكر حضوركم معنا ونتمنى لكم التوفيق بهذا المشوار. بقية نهار حلو لكم.